صباح الخير يا مهتاب. صباح الخير استاذه رشا، وبرحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشه صدى البلد من كل مكان. احنا لسه مستمرين معاكم في تغطيه حيه ومستمره لتغطيه اليوم الثالث والاخير من الانتخابات الرئاسيه، موجودين معاكم في محافظه الفيوم من امام مدرسه جمال عبد الناصر، ويوجد في هذه المدرسه ثلاث لجان وهم 11 و12 و13. تم فتح باب اللجان في تمام الساعه 9 صباحا، ويتم اغلاقها في الساعه 9 مساء في التوقيت المتعارف عند المواطنين. عدد الناخبين في محافظه الفيوم 2.5 مليون بالتقريب. احنا شفنا قد ايه وعي سياسي عند المواطنين، وان كل مواطن حريص ان هو ينزل يشارك في العمليه الانتخابيه ويدلي صوته. شفنا في خلال اليومين اللي فاتوا احتشاد كبير في محافظه الفيوم، حقيقي كان مظهر رائع للاهالي وهم جايبين معاهم اطفالهم ورسمين على وشهم الاعلام المصريه ورافعين الاعلام وبيهتفوا باسم مصر ومشغلين الاغاني الوطنيه. هنشوف هذه الصوره. تقدري تحركي لي الكاميرا وتوريني العدد والاخير؟ تقدري تحركي لي الكاميرا وتوريني ايه العدد؟ تمام ماشي. هنستأذن زميلنا المصور يحرك الكاميرا عشان نشوف العدد، ولكن هو في الصباح الباكر عدد قليل من المواطنين، ولكن بالطبع تتزايد الأعداد في منتصف النهار لخروج المواطنين من أشغالهم، وكمان في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان الانتخابية وقبل غلق صناديق الاقتراع. نعم. هنشهد مع حضراتكم عرس جمهوري وديمقراطي رائع في محافظة الفيوم وجميع محافظات جمهورية مصر العربية. هنتابع مع حضرتك أستاذة رشا ومع السادة المشاهدين على مدار اليوم الأجواء والفعاليات في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية لعام 2024. بشكرك جدا أستاذة رشا، وعودة مرة أخرى للاستوديو. لا، أهل الفيوم محتاجين إن هم يشدوا حيلهم شوية معانا.